يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري فتح أبوابه لدخول المساعدات الإنسانية متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تكثف مصر جهودها لزيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، إذ دفعت مصر اليوم ب 350 شاحنة مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى القطاع. والمزيد يطلعنا عليه محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، نجدد الترحيب بحضراتكم من أمام معبر رفح البري، ولكن في هذه النقطة تحديدا نحن نبعد عن معبر رفح البري ببضع المترات حيث تصطف هذه الشاحنات. اليوم ربما هو من الأيام المهمة التي تشهد أكبر عدد لاصطفاف هذه الشاحنات التي تقوم مصر بتجهيزها، عدد كبير من الشاحنات سواء نتحدث عن أطنان الدقيق التابعة لمنظمة الأونروا أو المساعدات الغذائية والطبية. منذ يومين كان هناك اجتماع ثلاثي مصري أمريكي إسرائيلي في القاهرة، وتم التأكيد من الوفد المصري على ضرورة زيادة عدد الشاحنات بحيث لا يقل عن 350 شاحنة في اليوم. اليوم ربما يتم تجهيز هذه الشاحنات، نتحدث عن 350 شاحنة يتم تجهيزهم في هذه الصورة، وهذه أيضا سيتم دخول هذه الشاحنات منذ صباح هذا اليوم، ونحن نتحدث عن كم كبير موجود أمام بوابة معبر رفح البري. إذن هذه صورة تعكس الدور المصري الكبير في تجهيز الشاحنات المصطفى على جانبي الطريق. هذه فقط الشاحنات المصطفى أمام معبر رفح وتستعد للدخول، بخلاف الشاحنات الموجودة في الساحة الخارجية أيضا خارج معبر رفح البري، والشاحنات الموجودة في مدينة العريش. آلاف الشاحنات موجودة وتقوم مصر بتجهيزها يوميا لدخولها إلى منفذ كرم أبو سالم، لكن يتبقى على الجانب الإسرائيلي أن يسمح بدخول كل هذه الشاحنات وأكبر عدد من الشاحنات نظرا لاحتياج قطاع غزة إلى هذه الشاحنات من المواد الغذائية، نظرا للمجاعة التي توجد هناك، وأيضا الإمدادات الطبية التي هم بحاجة إليها خاصة داخل المستشفيات. يعني نحن نتابع في هذه الصورة اصطفاف عدد كبير من هذه الشاحنات، ربما الشاحنات المصطفى والشاحنات التي تستعد الآن إلى الذهاب إلى بوابة معبر رفح، هذه البوابة التي لم تغلق يوما واحدا أمام دخول المساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح البري، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.